نشكر فريق الرداد والغرقاء جوز الفيزيك على مشاركتهم رغم المسافه البعيده نورونا في محافظه دمياط. متشكرين ليكم كمان نورتوا الدنيا. السلام عليكم اعزائي مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان. مهرجان لتنشيط السياحه براس البر زي ما حضراتكم شايفين اكثر من 250 دراجه بخاريه بتشارك في مهرجان تنشيط السياحه. معانا كابتن خالد من شرفتين دمياط. مساء الخير. مساء الخير. مبادره جميله وفكره جميله انك تفكر في كده. قول لي كم فوق جهد ومن كم محافظه؟ احنا عاملين الجروب ده عاملين الايفنت ده تنظيما تبع وزاره الشباب والرياضه تبع محافظه دمياط مسؤوليه دمياط محافظه من دمياط من هنا تبع السيده منال عوض تنظيم مجلس المدينه. الناس كلها وقفت معانا في الاصلاحات الاصلاحات الامنيه. طبعا دي حاجه ما حصلتش في دمياط من فتره طويله ان احنا يتعمل ايفنت هنا في دمياط بالكميه دي وبالاعداد اللي موجوده في منطقه اللسان في منطقه الفندق. احنا عازمين اكتر من 20 30 جروب جايين من المنصوره اسماعيليه السويس اسكندريه القاهره. في ناس جايه من الغردقه وعندنا ناس جايه من السعوديه بالصدفه ان هي جايه القاهره. عملنا لهم دعوه مشرفونا هنا من السعوديه. عندنا ناس جايه من جميع المحافظات في القاهره من الجيزه اماكن كتير اماكن كتير جايه لنا على الايفنت هنا. ومعانا جروب سيارات سيارات متعدله معانا اكتر من 30 سياره. احكي لي بقى الفكره جات لك ازاي؟ الفكره جات لنا ان احنا يعني حابين ننظم التنشيط السياحه في راس البر عندنا هنا في محافظه دمياط نحرك السياحه. حبينا ان احنا نعمل حاجه تسمع في جميع المحافظات ان احنا عملنا حاجه ايفنت تجمع الموتوسيكلات بالكميه دي وتجمع السيارات في منطقه اللسان. وطبعا ده حاجه يعني حاجه مميزه. طبعا معانا الكابتن محمد رئيس الجروب معانا الكابتن اسلام انا شايف في تفاعل كويس من الاهالي هنا في راس البر مع الايجار. طبعا عندنا هنا كل حاجه اتسهلت في المحافظه والاجراءات الامنيه من مديريه الامن عملت لنا برضه تنشيط السياحه ووسعوا لنا واداره المرور قفلت الطريق خالص. احنا جايين من دمياط الجديده لما دخلنا محافظه دمياط ومحافظه دمياط دخلنا محافظه انا مدينه راس البر مدينه راس البر منطقه اللسان. فطبعا دي حاجه ما حصلتش قبل كده في محافظه دمياط من سنين طويله. قول لي انت شايف النهارده تاثير رياضه ركوب الدراجات في تنشيط السياحه وفي حتى سلوك الشباب عامل ازاي؟ يا باشا بص احنا انا ركبت دراجه بخاريه بقالي النهارده بالظبط 40 سنه ما شاء الله. انا 40 سنه بركب موتوسيكل. انا لفيت جميع محافظات مصر كلها. بيجيلي العواطف للناس كلها وده بيعمل انطباع جميل جدا عند الشباب. الموتوسيكل او البايكر بيقدم رساله. هي الموضوع مش ركوب موتوسيكل وخلاص. دي رساله بتبقى موجهه للشباب وللناس كلها اخلاقيا دينيا علميا. بعمل تنشيط للسياحه غير عادي زي ما حضرتك شفت كده. الناس بتحب المنظر بتحب النظام بتحب التنسيق والقعده والوقفه حتى في خطواتنا ومشينا. شفت على حضرتك النهارده كان في تنسيق وداخله بطريقه معينه ونظام ماشي يمين وشمال. باشا احنا عندنا تدريب فوق الخيال. احنا بندرب رجالتنا على 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 الكلام ده مش يوم ولا اثنين. الرجاله دي متدربه سنين وركبنا طريق سنين. شايف ان ممكن الايفنتات دي تكون داعم للسياحه؟ يا باشا ده هي اول حاجه المفروض تكون داعم للسياحه. النهارده انا بحب يعني اشكر بس الاول بصراحه وزاره الداخليه على التنظيم والشيء الجميل اللي عملته النهارده. وزاره الداخليه النهارده بصراحة حسستني إن أنا في بلد محترمة جدا جدا بالفكر الجميل وبالتنسيق الجميل وبالناس الجميلة اللي كانت ماشية معانا النهاردة.
انا بشكر حضرتك جدا في اختتام اللقاء ربنا يوفقكم يا رب. مشاهدي اليوم السابع في كل مكان كان لقاء من داخل ايفنت لتنشيط السياحه لهواه ركوب الدراجات البخاريه. زي ما حضراتكم شايفين اكثر من 250 دراجه بخاريه